قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآية معناها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ولا اضمحلال له، ومن لم يرضى بهذا كما هو حال الكفار فليأخذ سببا يعني حبلا ثم ليربطه في السماء يعني في سقف البيت ثم ليختنق به فليمت غيظا، فإن الله عز وجل مكمل دين النبي صلى الله عليه وسلم وناصره. وهذا على أحد القولين، والقول الآخر فليمدد بسبب إلى السماء أي فليصعد إلى السماء الحقيقية وليقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الذي مصدره هو السماء.